السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحييكم نيابة عن زملائي في اللجنة التنفيذية للمجلس السعودي للجودة في هذه الندوة التي نخصصها في المجلس السعودي للجودة احتفالا بندوة اليوم العالمي للكتاب، والذي يصادف 23 أبريل من كل عام. الحقيقة تزامنت هذه الندوة مع إحدى البرامج الهامة في المجلس السعودي للجودة، ألا وهو برامج سلسلة إصدارات مؤلفات كتب الإصدارات المجلس السعودي للجودة. يسرني نيابة عنكم جميعا الترحيب بالدكتور البروفيسور أحمد عيشوني وسعادة الدكتور راسل قاسم ليتحدثوا من خلال عرض هذا اليوم عن كتابين تم تأليفها عن طريقهم. البروفيسور محمد عيشوني حيتكلم عن كتاب بعنوان تحقيق التميز والإتقان في الحياة الشخصية، ثم دكتور راسل قاسم حيستعرض ملخص لكتاب Organizational Culture and Achieving Business Excellence. الحقيقة يعني زي ما انتم شايفين الكتابين، الأول يلامس التميز في على المستوى الشخصي، والثاني يلامس التميز على المستوى المؤسسي. وننشد من هذا الطرح حقيقة التكامل والعلاقة الوطيدة بين الشخص التميز في الشخصية مع التميز المؤسسي. استعراضنا اليوم حيكون حنبدأ مع البروفيسور محمد زايري، بحيث انه محمد عفوا عيشوني يعطينا نبذة عن كتابه خلال 20 دقيقة، ثم يتطرق الدكتور راسل لمدة 20 دقيقة ملخص لكتابه الظاهر امامكم، ثم بعد كده نستعرض الأسئلة والأسئلة الحضور. لذلك أتمنى يعني كرما من الجميع في حال وجود أي أسئلة وضعها في صندوق الـ Q&A الموجود أمامكم. الحقيقة المجلس السعودي للجودة تزامنا مع هذه المناسبة يعني أطلق حملة لتخفيض على إصدارات المجلس السعودي للجودة، والحقيقة كان بداية الحملة تنتهي في نهاية شهر أبريل، واليوم ارتأت اللجنة الخاصة بهذه المناسبة أن يصير في تمديد لنهاية العرض بنهاية شهر مايو 2021. العرض طبعا على كل الكتب والإصدارات الخاصة بالمجلس السعودي للجودة التي تصل إلى تقريبا 26 كتاب مختلف في بحور وتطبيقات الجودة المختلفة. العرض تقريبا 30%. نكس دكتور. طبعا عندنا أيضا إعلان عن يعني سعيا حقيقة وطلب بسيط من زملائكم في اللجنة التنفيذية للمجلس السعودي للجودة من الجميع لدعم سواء كان على مستوى الأشخاص أو على مستوى الأفراد المساهمة في رعاية إحدى إصدارات المجلس. المجلس حقيقة يستهدف لإطلاق أو تحقيق 100 كتاب في عام 2025. الآن تحقق منها تقريبا الربع، 26 كتاب تقريبا. لذلك نتمنى على الجميع سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات دعمنا في المجلس السعودي للجودة، لأنه هذا حقيقة يعني من العلم النافع، وحقيقة تساهم في إثراء المكتبة العربية لبحوث وتطبيقات الجودة المختلفة. أيضا عندنا إعلان ثاني بخصوص جائزة مدير الجودة المتميز. هذه الجائزة التي تم إطلاقها من مجلسكم المبارك، والحقيقة قيمة الرعاية لجائزة مدير الجودة المتميز تقريبا 20,000 ريال. نتمنى دعمكم ويعني حرصكم على هذا الموضوع. أخيراً
نذكر في عملية شهادات الحضور. الحقيقة كالمعتاد رجاء في حال رغبة الحضور للحصول على شهادة الحضور لهذه الأمسية، ما عليكم إلا سداد المبلغ المطلوب 50 ريال تقريبا على البيانات حساب المجلس على مؤسسة وقف الجودة والإتقان، حساب المجلس في بنك البلاد الظاهر أمامكم، وإرساله على البريد info@sqc.org.sa ليصلكم شهادة الحضور. الآن يسرني أن أقدم سعادة البروفيسور محمد عيشوني للحديث عن كتابه المعنون بتحقيق التميز والإتقان في الحياة الشخصية. البروفيسور محمد عيشوني حقيقة من أبطال الجودة في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر شريك استراتيجي للمجلس السعودي للجودة، وهو أستاذ دكتور في هندسة الجودة بكلية الهندسة بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية. لديه أكثر من 30 سنة خبرة أكاديمية في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي والتدريب في مجالات هندسة الجودة ومنهجيات تحسين الأداء في المنظمات ونظم التقييس. هو المؤسس والمشرف العلمي لبرنامج الماجستير في هندسة وإدارة الجودة في كلية الهندسة بجامعة حائل. هو رئيس فريق مشاريع بحثية عديدة معتمدة وممولة من وزارة التعليم ضمن مبادرات تحقيق الرؤية. أشرف على أكثر من 30 رسالة مختلفة في مجال الماجستير والدكتوراه في الهندسة والتقييس الصناعي وهندسة الجودة. مؤلف لعشرات الكتب في مجال إدارة الجودة والتحسين المستمر للعملية الإنتاجية والخدمة ونظم التقييس ونظم إدارة الجودة والآيزو 9001، ولعل الكتاب اليوم هو أحد مؤلفاته والتي يعني شراكة تم إصدارها عن طريق المجلس السعودي للجودة. الحقيقة البروف محمد عيشوني نشر أكثر من 100 بحث في مجلات علمية محكمة دولية، وحاضر في مؤتمرات دولية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، ألمانيا، تركيا، الجزائر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. نحن دائما نفتخر بك يا بروف، والمايك عندك يا دكتور. شكرا، جزاك الله خير أخي أبو عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي أبطال الجودة في المجلس السعودي للجودة، في المجلس السعودي للجودة وفي ربوع المملكة العربية السعودية، صراحة يعني سعيدين بهذا اللقاء الليلة المباركة الرمضانية، فنقول مبارك شهر رمضان مبارك للجميع إن شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، القيام والصيام وصالح الأعمال بإذن الله تعالى. شكرا للمجلس السعودي للجودة الذي أتاح لنا هذه الفرصة، يعني بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، وحري يعني صراحة حري بالمجلس أن يفتخر وأن يسعد بهذا الإنجاز، لأنه يعني من يعني في خطة الإسراء في الخطة الاستراتيجية للمجلس السعودي للجودة، يعني هناك برنامج وبرنامج ثري جدا اللي هو برنامج إصدارة المجلس السعودي للجودة. فصراحة يعني نهنئ إخواننا قيادة المجلس السعودي للجودة، نقول لهم جزاكم الله كل خير، وبإذن الله تعالى كل عمل هذا يكون في موازين حسناتكم وحسنات والديكم بإذن الله تعالى. الحديث الليلة، خلوني نعمل share to my screen. أوبس. إذن حديثنا هذه الليلة بمناسبة اليوم العالمي أو ندوة اليوم العالمي للكتاب، يعني رايحين نحاول ندارس إن شاء الله أو نعطي ملخص على كتاب تحقيق التميز والإتقان في الحياة الشخصية. الحمد لله الكتاب هذا صدر يعني ضمن سلسلة إصدارات المجلس السعودي للجودة، رقم مميز يعني هو الرقم 20، فنتمنى إن شاء الله يعني لو السنة القادمة إن شاء الله يكون الرقم 30 كذلك، يعني من نصيبنا إن شاء الله، يعني هذا يكون إنجاز للمجلس السعودي للجودة، إضافة أنه يكون يعني من الإسهامات اللي ممكن الإنسان يعني يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى
يوم القيامة. يعني تصير 20-30 دكتور. نعم تصير 20-30. لا، أنا نقول في 2021 إن شاء الله، أو 2022 يكون 30 إن شاء الله، وعشرين ثلاثين تكون 2030 كتاب بإذن الله تعالى. الله يوفقك. وما ذلك على الله بعزيز. الله يجزاكم خير. فإذا حديثنا اليوم إن شاء الله يعني راح يكون ملخص على كتاب تحقيق التميز والإتقان في الحياة الشخصية. مثل ما قلت لكم يعني الكتاب هذا عبارة يعني كانت له قصة طريفة شوي، يعني بعد ما الإنسان الحمد لله وفق في كتابة تأليف مؤلفات حول الجودة من ناحية التقنية ومن ناحية الهندسية والفنية. أوكي، انطرحت يعني في حديث، في إطار حديث يعني أخوي مع بعض الإخوان، قال لماذا يعني لا نجتهد ونوضع نموذج، يعني نوضع هذه المفاهيم اللي نطرحها عادة على المنظمات الصناعية والخدمية، نطرحها في حياة الإنسان. فعملت يعني بحث، أوكي، عملت بحث والحمد لله كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى انطرحت هذا الكتيب هذا، وهو عبارة عن دليل. نشكر أخي ويعني وزميل دربي وصاحب الدرب الدكتور عايض العمري، جزاه الله خير، يعني كان له الفضل أنه قدم على الكتاب هذا، وصراحة يعني وضح بأن الكتاب يعني ليس هو مقترح لنموذج لتطبيق مفاهيم الجودة والتميز في حياتنا الشخصية، ولعل الله ينفع بالمحتوى حقه إن شاء الله. الكتاب صدر في 2000 و... توقع في 2016، إيه نعم 2016. فأنا عندي رسالتين أحاول أوصلها يعني من خلال هذا والكلام، يعني إن شاء الله يكون موجه لي شخصيا إضافة إلى إخواني وأخواتي من أبطال الجودة في المملكة العربية السعودية وحتى في العالم العربي. إذن الهدف من الكتاب هو طرح نموذج عملي يسمح للمسلم المعاصر من تطبيق الحديث النبوي الشريف: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل، أو يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذن نطرح نموذج عملي لتطبيق الحديث النبوي الشريف لتحقيق التميز والإتقان في الأعمال الدنيوية والأخروية، لأن هنا كلمة عمل أنا أتوقع يعني أنها تشمل كل أعمالنا الدنيوية، يعني مربوطة بعلاقاتنا، سواء علاقات أسرية، علاقات مهنية، وكذلك بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى اللي تؤدينا إلى يعني إن شاء الله تكون آخرة زينة زي ما يقولوا بالعامية. الفئة المستهدفة من الكتاب هي كل مسلم يحمل هم تغيير حال هذه الأمة نحو الأفضل. يعني كنا يعلم بأن يعني الأمة الإسلامية إلى حد ما متأخرة يعني عن بقية الأمم، ركب الحضارة يعني تسوده أمم غير مسلمة. فلعل إن شاء الله نفكر مع بعض نطرح النموذج هذا، والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله، يعني مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن النموذج اللي طرح يعني مستند على الحديث النبوي الشريف: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا هنا حاولت نفصل يعني الغاية من أي شيء هو الفوز بحب الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا جبلنا في هذه الحياة أن نعمل، والعمل يعني يشمل كل مثل ما قلنا كل الأعمال الدنيوية والأخروية، لكن هناك غاية وراء العمل هو الفوز بحب الله سبحانه وتعالى. لكن في الكيفية هي تطبيق المنهج الإتقان أو الجودة والتميز. إذا عملت عمل يعني مطالب منك حتى تفوز بحب الله سبحانه وتعالى، فأنت مطالب بتطبيق منهجية الإتقان. فمن هنا يعني من هنا شفنا بأن ما هي الأعمال التي يعني نحتاجها لتحقيق التميز على المستوى الشخصي. وأنا أشيد يعني بكلمة المهندس أبو عمار جزاه الله خير، أنه يعني الدكتور راسل إن شاء الله بعد المحاضرة هذه هو راح يتكلم لنا على التميز المؤسسي يعني في منظومات العمل أو المنظمات، وأنا نحاول أن نأخذها من الجانب الشخصي. ولا يمكن تحقيق التميز في المنظمات إذا كان يعني ما عندنا جودة والتميز على المستوى الشخصي. أتوقع هذه فيها حتى أبحاث غربية موثقة في المجال هذا.
فالأعمال التي نقوم بها يوميا هي متعددة ومتنوعة، فلذا كان من الضروري أن يتم تحديد هذه تلك الأعمال والمهام التي نرى أن لها أثرا استراتيجيا على حياتنا كأفراد وعلى تفاعلنا مع بيئاتنا العائلية والاجتماعية والمهنية وحسب أهدافنا القصيرة والبعيدة المدى. الأعمال التي تربط علاقة المرء بربه ثم بمجتمعه وبنفسه، ومن هذه الأعمال يعني كل ما هو عبادات معاملات والعلم والتعلم الذي تسبح في فلكي كل الأعمال. وهنا معليش نلاحظ يعني أنا ما رايح نسرد يعني الكتاب إن شاء الله موجود في مكتبة المجلس السعودي للجودة، وأي واحد يعني يبغي يأخذ المعلومات باستفاضة يعني يمكن يأخذ الكتاب وإن شاء الله يكون له نافع بإذن الله. أنا اليوم اللي نحب الرسالة اللي نحب نلحقها هو موضوع العلم والتعلم، لأن هو موضوع حديثنا اليوم، اليوم العالمي للكتاب، لأن العلم والتعلم يعني المصدر الأول اللي هو الكتاب. إذن العلم والتعلم تسبح في فلكه كل الأعمال. المنهجية يعني بسيطة جدا، هي الـ PDCA طرحتها يعني ببساطة، يعني مرحلة التخطيط هي تحديد الأعمال المهمة التي نرى أنها تؤثر في حياتنا التعبدية والاجتماعية والمهنية، وبعدها تحديد المعايير الربانية التي تضبط تلك الأعمال من الكتاب والسنة. هنا في مرحلة البلان، مرحلة التخطيط، إذا نحدد الأعمال اللي يعني نبغي نركز عليها. ثانيا نحدد المعايير التي تضبط تلك الأعمال من الكتاب والسنة، مرجعنا هو الكتاب والسنة وما اتفق عليه العلماء. في مرحلة التنفيذ والتخطيط إذا نأتي نقوم بتلك الأعمال، نقيس أداءنا في هذه الأعمال من خلال قوائم الاختبار الشخصية، إذا نستعمل check sheet okay to measure the performance، ونقوم بعملية تقييم الأداء من خلال المقارنة مع تلك المعايير التي تم اختيارها في مرحلة التخطيط. أكيد يعني يوم نعمل التقييم هناك دائما يعني نعرف إذا فيه يعني حققت الهدف تبارك الله، إذا ما حققت الهدف فهي فرصة للتحسين. إذا في مرحلة التحسين والتعلم نقوم بإجراء التحسينات المناسبة على العملية ونتعلم منها من خلال إجراء المقارنة المرجعية والتعلم من أفضل الممارسات، وهنا نرجع إلى ما عمله السلف الصالح. قوائم الاختبار الشخصية صراحة يعني بحثت أنا وحصلت أنه فيه كتاب رائع جدا ألفه الأستاذ الجودة الشاملة في جامعة شيكاغو الدكتور روبرتس، الكتاب هذا Personal Quality، الجودة الشخصية. لاحظ في الكتاب يعني لاحظ هما مؤلفين صراحة أننا كبشر لدينا مساحة كبيرة لتحسين المستمر في حياتنا المهنية والشخصية. يعني وهنا نذكر بالمقولة يعني the biggest room in the world is the room of improvement، يعني أكبر بيت في العالم اللي هو بيت التحسين. فحياتنا الشخصية فيها فرص كثيرة للتحسين، ومفاهيم الجودة الشاملة وأدواتها تطبق على حياتنا الشخصية بنفس المنهجيات التي يتم تطبيقها في العمليات الإنتاجية والخدمية في المنظمات. إذن العالمان اللي كتبوا الكتاب الجودة الشخصية طرحوا فكرة تطبيق تشيك شيت في حياتنا. إذن بالإمكان تطبيق قوائم الاختبار على الأفراد لتحقيق الجودة الشخصية من خلال تحديد الأعمال المهمة في حياة الإنسان وقياس الأداء والمقارنة مع المعايير الخاصة بتلك الأعمال. نلاحظ أنه يعني رجلين من أمريكا فكان عندهم ستاندرز، يعني في بعض الأحيان ستاندر يأخذوها من يعني دينهم اللي يؤمنوا به أو من القيم الإنسانية المتعارف عليها. من خلال قياس الأداء في الأعمال وتحديد مدى المطابقة مع المعايير والمواصفات يكون بإمكاننا قياس مدى الإتقان في أعمالنا وتحقيق التميز. في حالة الإخفاق في تحقيق المعيار هنا تصير فرصة يعني للتحسين، وكانت المنهجية يعني المقترحة مثلا زي الكايزن. أوكي الكايزن كذلك موضوع قوائم الاختبار الشخصية، كبار أو كل العظماء استعملوها. على سبيل المثال بنجامين فرانكلين يعني اللي كل الناس، أنا في وقت ما كنت نعتقد أنه يعني كان رئيس من رؤساء أمريكا، لكن هو في الحقيقة ما كان رئيس من رؤساء أمريكا، وإنما كان هو مؤسس
يعني شارك في بناء وتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية الحديثة لمدة 50 سنة، وهو يعني يراقب أو يقيس أداؤه في كل الأعمال اللي يقوم بها. كانت عنده تشيك شيت لمدة 50 سنة. كانت القائمة الشخصية لفرانكلين تحتوي على 13 عمل يتم قياسه ومراقبته بشكل مستمر بهدف تحسين في مجال أخلاقه، تصرفاته مع عائلته وزملائه وموظفيه. استنتاج شخصي، أرى أنه من المنطقي جدا أن تكون هناك علاقة بين إنجازات فرانكلين في مجال العلوم والاختراعات، لأن بنجامين فرانكلين كانت عنده حتى يعني اختراعات وبراءات اختراع، إضافة إلى أنه كان يعني شخص سياسي ودبلوماسي. إذن يعني من المنطقي أن هناك فيه علاقة بين الإنجازات العلمية والسياسية والدبلوماسية واستخدامها المستمر لمدة طويلة لقوائم الاختبار الشخصية. من يعني الكايزن مستعملة كثير، يعني استعملوها كثير من العلماء في مجال تحسين الأمور الشخصية. أنا أسرد على سبيل المثال في كتاب للدكتور عبد الكريم بكار، يعني رجل فاضل، قال لي نهتم بالتحسينات البالغة الصغر والمتتابعة المتراكمة، فهي توصلنا بإذن الله إلى نتائج عظيمة لا يحلم بها كثير من الناس. وأنا كان فيه كتاب يعني لروبرت مورل في 2014، One Small Step Can Change Your Life, The Kaizen Way. يعني فيه في بعض الأحيان نطبق خطوات بسيطة جدا وتعديلات بسيطة جدا في حياتنا، أوكي، وتكون أثرها يعني جيد ممتاز في على المستوى الشخصي. إذن هناك يعني ممكن نحقق نتائج عظيمة من خلال تعديلات بسيطة. يعني نموذج مقترح، أنا كان النموذج اللي اقترحته يعني أنه تشمل العبادات، تشمل العلاقات، وتشمل العلم. هذا الثلاث مواضيع اللي فيه سلسلة يعني في الكتاب، في يعني قوائم اختبار مثلا زي هذه الآن اللي أمامنا في موضوع الصلاة. نعرف احنا بأن الصلاة يعني مهمة جدا، هي أول ما يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، فإن صلحت صلاته يعني صلح بقية العمل، إذا فسدت صلاته يعني وكأنه خلاص يعني انتهى الموضوع. فاقترحت يعني موضوع قائمة اختبار بحيث أنه الإنسان المسلم هذه تكون بينه وبين نفسه، ما تكون يعني معلنة. فعن المعيار الأساسي في قائمة الاختبار للصلوات اليومية قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء. والمعيار العملي، لأن احنا نحتاج الآن إلى معيار عملي، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نشوف هنا يعني النتيجة، يعني لو حققنا الشرط ما هي النتيجة؟ هي يعني تجيك شهادة مختومة موثقة يعني من الله سبحانه وتعالى أنك بريء من النار وبريء من النفاق. فيا ما أعظمها من شهادة، ما أعظمها من شهادة، لكن تحتاج إلى عمل. العمل هذا كيف أنك تحقق 40 يوما تدرك الصلاة في جماعة؟ فإحنا الواقع اللي عايشينه، أوكي، أنا اقترحت القائمة هذه أنه يوميا الإنسان يعمل تشك نفسه، الحالات اللي نصلها إلى الصلاة، جئت المسجد قبل الصلاة وصليت تحية المسجد وقرأت جزءا من القرآن الكريم خلال الصلوات الخمس، وعدد الفرص الضائعة، الحالة اللي بعدها أدركت تكبيرة الإحرام، الحالة اللي أقل منها أدركت الركعة الثانية، اللي أقل منها شوي أدركت الركعة الثالثة أو الأخيرة، أو وصلت المسجد بعد انقضاء الصلاة، أو لم أذهب إلى المسجد إطلاقا. هذه حالاتنا، يعني حالات الناس المقصرين من أمثالنا. فالإنسان اللي يبغي يحقق 40 يوم، أوكي، 40 يوم يحقق المعيار هذا، لعل الله سبحانه وتعالى يكرم إن شاء الله بالشهادة اللي قلنا هي براءة من النار وبراءة من النفاق. فهي ببساطة أن الإنسان تكون عنده القائمة هذه. وإحنا الحمد لله الآن مع يعني مع الوسائل الإلكترونية ممكن جدا الإنسان يبرمجها على جواله ويبقى كليك صح 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 أكس، this is an opportunity for improvement. okay. المقارنات المرجعية، أنا عملت يعني زي المؤشر اللي تعلمنا عليه، يعني the customer satisfaction index، المنطقة الخضراء
هي يوم تم تحقيق المعيار. المنطقة الصفراء يعني فيه أداء مقبول وهو قابل للتحسين، المنطقة الحمراء هذه يعني يوم يكون أداءنا يعني مرة يحتاج إلى ري انجينيرينج لحياة للبروسيس هذا، نحتاج إلى ري انجينيرينج. سلفنا الصالح اللي هو يعني نعتبره من أفضل الممارسات في الموضوع هذا، شوف سعيد بن المسيب المخزومي القرشي وهو من كبار التابعين وعالم أهل المدينة في زمانه، قال: ما أذن مؤذن منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال أيضا: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. فيعني بما أنه يعني الناس بشر عاشوا فوق الأرض هذه مثل ما نعيش نحن وحقوا المعيار هذا، فأتوقع يعني أنه من الممكن إن شاء الله نحقق المعيار. على طول الكتاب يعني يحتوي على سلسلة من النماذج. أنا رايح نمشي الآن لأن اليوم موضوع حديثنا هو يعني اليوم العالمي للكتاب. الكتاب هو رمز العلم والتعلم، ف يعني لا يخفى على أحد منا علو شأن العلم والعلماء في الدين الإسلامي الحنيف وعلو قدره ومكانته، فإن القرآن الكريم والسنة النبوية بيّن منزلة العلم الرفيعة ومقامه العالي. فالشواهد من القرآن عديدة، كقوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن لو لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته ثم ثلث بأهل العلم، أهل العلم بأنهم دائما قائمين بالقسط. فأنه ديننا يحثنا يعني وفي الكتاب وممكن يعني حتى الاطلاع في مصادر أخرى نعرف بأن العلم يعني له مكانة عظيمة جدا في الإسلام. لذلك فنحن مطالبين بالتحصيل المعرفي والاستثمار، ويعني بالأخذ بأسباب العلم والتحصيل المعرفي واستثمارها فيما ينفع البلاد والعباد. ويتمثل التحصيل العلمي في الأخذ بأسباب رئيسية تنطوي ضمنها نشاطات التعلم في المدارس والجامعات. وهنا نوجه يعني ممكن نقول رسالتي أو خطابي يعني زملائنا وإخواننا خبراء الجودة وأبطالها، يعني ضروري جدا أنه ناخذ، لأن معظمنا يعني تعلم الجودة ممكن يعني من الممارسة. فالحمد لله يعني فيه فرص كثيرة الآن، فيه جامعات يعني تأهل في مجال، يوم نقول تأهل يعني تأهل علميا وأكاديميا في مجال الجودة. ضروري جدا الإنسان ياخذ يعني يمشي في الخطة هذا، بارك الله فيكم، ويوضحها كقائمة من قوائم الاختبار حقته وينفذها. قراءة الكتب ومطالعتها، عندنا إشكالية كبيرة ترى، حتى أخوكم المتحدث ومقصر كثير، المكتبة اللي ورائي هنا مليانة بالكتب الجودة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، لكن فيه تقصير صراحة. لكن الإنسان يعني يوضحها ضمن جدوله اليومي ويحاسب نفسه عليها. إذن ضروري جدا أن قراءة الكتب ومطالعتها وحضور مجالس العلم من ملتقيات علمية أو دورات تدريبية متخصصة، مثل يعني لقائنا اليوم إن شاء الله هو لقاء مبارك تحفنا الملائكة، لأن قاعدين الدرس في أمور يعني ديننا. هذه النشاطات كلها مما اتفق عليه سلفنا الصالح بمصطلح مزاحمة العلماء بالركب. يعني الإنسان اللي يبغي يتعلم يثني ركبتيه أمام العالم ويأخذ العلم، يعني ثني الركبتين ترى تعبير مجازي، تعبير مجازي. يعني لقاءاتنا، لقاءنا اليوم ولو أن احنا يعني ملتقيين افتراضيا، لكن يعتبر من مزاحمة العلماء بالركب. وهذا يعني نعرف بأن سيدنا معاذ بن جبل يعني يوم كان في على سكرات الموت حزن، لماذا؟ قال لي أن يعني الشيء اللي راح نفتقده هو نفتقد مزاحمة الجلوس مع العلماء والتعلم منهم. قصة أو قصتين شخصيتين. في 2015 المؤتمر الوطني الخامس للجودة في مدينة الرياض، والدكتور عايض الله يجزاه خير يعني كان فارس المؤتمر بحيث من ناحية التنظيم، يعني اجتمعنا مع كبار علماء الجودة آنذاك، وكان من بينهم غريغوري واتسون
كل واحد يعرف منا غريغوري واتسون. غريغوري واتسون يعني يوم تشوفه يعني شيخ كبير، ظروف صحية صعبة، وزن يعني زائد، لكنه حريص جدا على الحضور في المؤتمرات، على الحضور في المؤتمرات. أنا صراحة يعني كانت لي جلسة معه خلال المؤتمر هذا، وسألته عن السر في إنتاجه الفكري والمعرفي الغزير من كتب ومقالات علمية مع كثرة أعماله الاستشارية والتدريبية. رد علي قائلا، والله يعني كان رد أنا زعزعني الأيام هذه، قال لي بإمكاني تأليف كتاب في مدة لا تتجاوز الشهر. له القدرة؟ قلت له كيف؟ قال لي يعني يوم نبدأ I must plan the book، يعمل له خطة للكتاب بحيث أن الخطة هذه لا تتجاوز شهر كامل. قال لي نصحى يوم الساعة 3 الصبح، يوميا الساعة 3 الصبح، ويبدأ في العمل حتى الساعة 9 صباحا دون انقطاع. والله قال لي بالعبارة هذه، قال لي my wife and my daughter they are away from me، كان زوجته وبنته يعني نايمين، أوكي، وهو يركز خلال الساعات هذه لمدة شهر فيمكن ينجز. إذا أنجز غريغوري واتسون ممكن إحنا ننجز كذلك. أخينا وعالمنا الجليل البروفيسور محمد زايري في أوج أزمة كوفيد 19 اللي نعيشها إحنا الآن، الله يشفي كل المرضى إن شاء الله ويرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله، يستفيد من فترة الحجر الصحي الذي فرض على الجميع ليؤلف كتابا قيما يحتوي على أكثر من 500 صفحة. Is the quality the silver lining to our current and future crisis؟ كتاب رائع جدا، طرح فيه تصور جديد لمفهوم الجودة. كيف المفهوم هذا؟ استنبطه من تحليل عميق للأزمات التي مرت بها البشرية في العصر الحديث. أنا كخلاصة، إنها العزيمة والمثابرة والإبكار المماثلة لمثابرة وإصرار علمائنا الأجلاء مثل ابن الجوزي والبيروني والفارابي وغيرهم. دكتور تعطيني فرصة I close؟ يلا ثلاث دقائق. ثلاث دقائق، حاضر. أوكي. يعني العلامة ابن الجوزي رحمه الله يقول عجبا، يعني تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. نذكر بأن العالم عالم الجودة جوزيف جوران يموت في سن 103 قرن وثلاث سنوات، وهو يكتب في كتابه الأخير وقد قدم محاضرة في نفس الأسبوع الذي توفي فيه. إخواني أخواتي، رجاء نطبق قراءة الكتب في مجال الجودة والتركيز عليها ونقل الخبرة، بارك الله فيكم، الخبرة اللي اكتسبناها في منظماتنا في أعمالنا في استشاراتنا. رجاء الإنسان يعمل لها خطة ويكتبها، بارك الله فيكم. وبذلك يعني المجلس السعودي للجودة فاتح القناة اللي هي قناة إصدارات المجلس السعودي للجودة، فالقناة موجودة، الخبرة موجودة، نقوله بإذن الله تعالى ممكن يعني نوصل إلى ما نسعى إليه. إن حالنا اليوم نحن كمسلمين يحتاج إلى كثير من العمل والمثابرة لتغيير أوضاعنا الحالية وتحقيق الرؤى الاستراتيجية الوطنية. حتى الرؤية 2030 تحتاج إلى يعني مساهمة كل واحد منا. إحدى السبل التي تحقق لنا ذلك تتمثل في العودة إلى ما كان عليه أول هذه الأمة من تطبيق عمل لديننا الإسلامي الحنيف، ولكن بمنهجية جديدة تحاكي تطورات العصر من مفاهيم وتقنيات. لو طبقنا مزايا ديننا الحنيف لأصبحت مدننا أفضل المدن، وإدارتنا أنشط الإدارات، ولأصبحت إنجازاتنا الأعظم على المستوى الشخصي والمؤسسي. هذه كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. فالمبادرة الله يجزاكم خير، وفقنا الله وإياكم لما فيه خير العباد والبلاد، جزاكم الله خير، شكرا لكم. جزاك الله خير دكتور، صراحة يعني ملخص ثري، أعتقد أنه حيشجع الكثير مننا أنه يتوجه لهذا الكتاب ويقرأه سيما أنه هو بيركز على الجودة الشخصية والتميز في حياتنا الشخصية. وعجبني صراحة كثير من الأشياء، منها استخلاص بعض أدوات الجودة والتي قد تمارس على مستوى الشخصي على مستوى المؤسسي، زي موضوع كايزن
وكثير من الأمثلة يعني موجودة على هذا. جزاك الله خير الدكتور، وكتب الله حياك أجرك. إن شاء الله نأخذ الأسئلة الله. بعد ما أغلق مع الدكتور راسل. شكرا لك يا بروف. هذه مهندس أبو عمار، الباركود هذا لتحميل المادة العلمية للمحاضرة. طيب ممتاز. الأخوة والأخوات، لو أي واحد يرغب في تحميل المادة العلمية دي اللي عرضها البروف، ممكن عن طريق التقنية على طول يمسح الباركود ويلاقي نفسه على طول نزل المادة. بالإضافة لأنه المادة حنزلها كمان في موقع المجلس بعد إذنك يا بروف، والتسجيل أيضا لهذه المحاضرة، لهذا اللقاء، لهذه الأمسية حيكون متاح إن شاء الله على الموقع مجلسنا المبارك بإذن الله. أحسنت، أكرر جزاك شكري الله يا بروف، وجزاك الله خير يا بروف. عفوا عفوا، جزاك الله الآن خير. يا أخوة الأخوات، يسرني أن أقدم ضيفنا الدكتور راسل قاسم، خبير ومفكر ومؤلف إداري في مجالات مختلفة، المجالات الاستراتيجية والتميز والتطوير المؤسسي. الدكتور راسل حقيقة حاصل على شهادة دكتوراه في الإدارة، ويعمل في مجال الاستراتيجية والتميز والتطوير المؤسسي في حكومة أبو ظبي. خبرات مهنية وإدارية سابقة في مؤسسات حكومية وشبه حكومية وخاصة. عمل الدكتور راسل في كليات الإدارة والأعمال كمحاضر زائر، وشارك كمتحدث في مؤتمرات محلية وإقليمية عديدة. الدكتور راسل حقيقة أنا تعرفت عليه من خلال يعني حقيقة منصة في الواتساب، و خلال يعني اطلاعي على حسابه في اللينكدين، حقيقة حسابه ثري جدا في مجال الابتكار والتميز المؤسسي، وهو عضو لجنة تحكيم وقائد فريق تقييم ومحكم العدل من الجوائز في هذا المجال. مهتم بالتأليف والنشر في حقول الإدارة، ونشر في السنوات الأخيرة عدد من الكتب والبحوث الأكاديمية والمقالات. اليوم حيحدثنا عن كتابه المعنون ب Organizational Culture and Achieving Business Excellence، وحيكون الملخص إن شاء الله حديثا منه للجميع لمدة 20 دقيقة. شكرا للدكتور. تفضل الدكتور. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مهندس سالم، الشكر موصول طبعا للمجلس السعودي للجودة قيادة وأعضاء على الدعوة، وطبعا بيسعدني أني أكون معاكم اليوم في مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي اليوم العالمي للكتاب. طبعا هذه المناسبة مهمة وعزيزة على أنفسنا ككتاب، كمؤلفين، وأيضا كقراء ومحبين للمعرفة أو ساعين نحو المعرفة، فبيسعدني أن أكون متواجد معكم في هكذا مناسبة. طبعا بداية قبل ما أبدأ بعرضي، لابد أني أنوه بعرض بروفيسور عيشوني، صراحة عرض رائع فيه الكثير من الابتكار والإسقاطات التميز على الصعيد الشخصي والأمثلة العملية، إن شاء الله الجميع يستفيد منها. أنا إن شاء الله مش هأطيل في العرض، عبارة عندي شريحة واحدة فقط، سأحاول أن أختصر في 20 دقيقة الفكرة العامة للكتاب أو ملخص كتاب الثقافة المؤسسية أو الثقافة التنظيمية كما هي متداولة وتحقيق التميز المؤسسي. وحقيقة هذا الكتاب هو الكتاب كتابي ما قبل الأخير، صدر في عام 2019، كتابي الأخير صدر ببداية العام 2021 خلال أزمة كورونا. هذا الكتاب مبني على أساس بحثي، فهو بني على بحث أكاديمي، ولكن قمنا بالبناء على نتائج هذا البحث وتحويله من بحث إلى كتاب. وكما أشار بروفيسور عيشوني أن الكتاب لذة خاصة وقراء وشريحة مختلفة عن قراء
الأبحاث الأكاديمية. فالبحث الأكاديمي متاح عادة للأكاديميين والباحثين، بينما الكتاب هو متاح إلى لشريحة أكبر ولعموم القراء والمهتمين. طبعا لو عاوزين نختصر أو حابين أن نختصر الكتاب في سؤال أو في عنوان، بحثنا في الكتاب عن العلاقة اللي هي بتحكم تميز المؤسسي من منظور ثقافة المؤسسة أو الثقافة التنظيمية. ونحن حقيقة تداولنا هذا الموضوع كتحدي، وهي حقيقة مسألة شائكة، لأن الثقافة التنظيمية ممكن أنا بحب دائما أوصفها بأنها السهل الممتنع، من البسيط أنه نحن نعرفها، من البسيط أنه نتكلم عنها، ولكن لما نحن حابين نأطرها بإطار مناسب فرح نشوف أمامنا أو رح نقابل العديد من التحديات. طبعاً الكتاب مثل ما ذكرت هو مبني على أساس بحثي، قمنا بنشر ورقة علمية بعام 2018 بداية العام، وكانت بموضوع الثقافة التنظيمية والتميز المؤسسي. حاولنا نكتشف أنه المؤسسة المتميزة هل لديها فعلاً نمط معين أو بعد معين من أبعاد الثقافة التنظيمية، ولا لا هي لا تخضع إلى معيار أو إلى قاعدة أو تنظيم معين في هذا الشأن. وجدت الورقة العلمية أو البحث المنشور صدى إيجابياً، فتشجعنا على إصدار الكتاب أنا والدكتور ميان أجمل. قمنا بتوسع في فصول الكتاب وفي أقسامه، أضفنا معلومات تثقيفية حول المواضيع، وجاء الكتاب بحلته التي هي أمامكم. طبعاً كبداية، يعني بما أن الكتاب يتطرق إلى علاقة شائكة ما بين التميز المؤسسي وبين الثقافة التنظيمية، حبينا نحكي شوي عن الثقافة التنظيمية، ويحلو البعض أن يصفها بالثقافة المؤسسية، يعني نحن نعرفها بغزارة، فالأخوة الملمين بالتميز وبالجودة يتكلمون عن ثقافة الجودة وعن ثقافة التميز، ونتكلم عن ثقافة الابتكار وخلاف ذلك. أطلقت على الثقافة التنظيمية معضلة لسبب أساسي. ونحن لو نظرنا في تاريخ الثقافة التنظيمية، يعني سرنا أن أول تداول لها كان تقريبا في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، وبالتحديد في عام 1951 ظهر هذا المفهوم في علوم الإدارة، ولكن كان بشكل مخالف لما هو الآن. فكانت الثقافة التنظيمية أول ما ظهرت تتكلم عن كيف نحن فينا أن نحسن العلاقة ما بين المدير وما بين الموظفين، فكانت تبحث في هذه العلاقة ما بين الرؤساء وما بين المرؤوسين، وكيف يمكن تطوير هذه العلاقة. مفهوم الثقافة التنظيمية نفسه تطور، يعني بعد 10 أو 20 سنة صار في مفهوم ثاني أو تداول الثقافة التنظيمية بإطار مختلف، فصرنا نتكلم عن المؤسسات نفسها، فهون صارت الثقافة التنظيمية ثقافة المؤسسة. فالبعض صار يوصف الثقافة التنظيمية آنذاك بأنها هي نسيج، عبارة عن نسيج اجتماعي ضمن المؤسسة بيميزها عن غيرها من المؤسسات، يعني صار كل مؤسسة لها شخصية خاصة فيها هي ثقافتها التنظيمية، متميزة متفردة تنفرد بها عن باقي المؤسسات. إلى القرن الحالي، بدايات القرن الحالي ابتدى هذا المفهوم يتغير ويتطور، وصار فيه له تعريفات متعددة ومتشعبة. وأحصينا في الكتاب عدد التعريفات اللي وجدناها تجاوز 60 تعريف للثقافة التنظيمية، وطبعاً لا مجال لمشاركتها في لقائنا اليوم، ولكن من أكثر هذه التعريفات شيوعاً عندما نتكلم عن الثقافة التنظيمية نتكلم عن تصرفات الموظفين، عن أفكارهم، عن معتقداتهم اللي هي بتضبط سلوكهم أو بتأثر على سلوكهم داخل المؤسسة. فبيكون عندنا نمط معين من السلوك، بيكون عندنا نمط معين من الفكر، نمط معين من التصرفات لعموم الموظفين داخل المؤسسة، هي نحن بنسميها ثقافة تنظيمية أو ثقافة مؤسسية. فالعنصر الأساسي أو المحتوى الأساسي في الكتاب كان البحث في العلاقة ما بين هذه الثقافة التنظيمية والثقافة المؤسسية وبين تحقيق التميز المؤسسي، ونشوف هل فعلاً في أنماط معينة أو في أبعاد معينة للثقافة المؤسسية تساعد في تحقيق التميز بشكل أفضل أو بشكل أسرع أم لا. طبعاً
ايضا من يعني ليش نحن بنقول انه الثقافه المؤسسيه او التنظيميه هي معضله او شائكه او ضبابيه بعض الاحيان، لانه في اكثر من منظور عشان ننظر إليها. البعض ينظر الى الثقافه التنظيميه على مستويات جغرافيه، فمثلا يقول في الخليج العربي لدينا ثقافه تنظيميه كذا وكذا وكذا، في الدول العربيه لدينا كذا وكذا وكذا، في اوروبا، في الصين، في جنوب أمريكا، وهكذا. فيربط الثقافة التنظيمية بمستوى إثني معين، ومن ثم مستوى آخر يربط إلى مستوى أكثر تفصيلا فيقول إلى دولة معينة، ففي الدولة الفلانية هناك ثقافة تنظيمية كذا، أو ثقافة مؤسسات كذا وكذا وكذا، أو في الدولة أخرى لديها ثقافة مختلفة. ومن ثم ينزل أكثر تفصيلا إلى مستوى آخر فيقول في المؤسسات نفسها، فالمؤسسات مثلا الكبيرة العملاقة مثلا شركة أبل لديها ثقافة كذا وكذا وكذا، أمازون، مايكروسوفت وخلاف ذلك. فهذا منظور للثقافة التنظيمية، ولكنه ليس منظور الوحيد. فالتعقيد يبدأ عندما ننظر إلى مناظير أخرى. فمثلا البعض ينظر إلى الثقافة التنظيمية على أساس الوضوح، فأي منا إذا دخل إلى مؤسسة نلاحظ أشياء نقدر يعني نكون قادرين عن أن نراها بالعين، فننظر إلى طريقة وضع الأثاث، إلى المكاتب، مساحات المكاتب، كيفية تنظيم المكاتب، إلى لباس أو نظام الموظفين وخلاف ذلك. فهذه الأمور المحسوسة التي نقدر أن نراها بالعين المجردة هي مستوى من الثقافة المؤسسية، أو تعكس مستوى من الثقافة المؤسسية. ممكن أن نهبط مستوى آخر فنتكلم عن القيم التي أو القناعات الموجودة عند الموظفين داخل هذه المؤسسة، فهون فينا نوصل ثقافة أخرى أو على مستوى آخر. أيضا فينا نحن ننزل في هذا المنظور إلى مستوى أكثر تفصيلا فنقول هون عن القناعات أو الأسباب التي تؤدي إلى تصرفات الموظفين، الأسباب الحقيقية. لأنه بتعرفوا عادة في الموظفين بيتصرفوا بأشكال مختلفة داخل المؤسسات، في أسباب ظاهرية لبعض التصرفات وفي أسباب أخرى باطنية أو غير مباشرة، أسباب عميقة، وهي من أصعب أنواع الثقافة التنظيمية اللي ممكن النظر فيها قياسها أو دراستها. يعني هلا صار عندنا منظورين نتكلم فيهم عن الثقافة التنظيمية أو الثقافة المؤسسية، ولكن أيضا هناك منظور آخر. يعني بعض الأشخاص المهتمين بالثقافة التنظيمية ينظرون لها داخل المؤسسة، بأن نقول بأن المؤسسة الفلانية لديها ثقافة كذا، والمؤسسة الفلانية لديها ثقافة كذا، ومن ثم ننزل أكثر تفصيلا فنقول لا، هذه المؤسسة ليس لديها ثقافة واحدة، ولكن كل إدارة أو كل قطاع لديه ثقافة مختلفة. فنرى أنه مثلا إدارة التسويق الموظفين فيها لديهم ثقافة معينة، التخطيط الاستراتيجي مثلا والتميز له ثقافة أخرى، العمليات ثقافة مختلفة وهكذا. والبعض يقول لا يوجد هكذا ثقافة مؤسسية، كل شخص لديه ثقافة خاصة به داخل المؤسسة، وبالتالي المؤسسة مجموعة ثقافات تنتمي كل منها إلى موظف من الموظفين. فيعني في عندنا طرق مختلفة لحتى نحن ننظر للثقافة التنظيمية. فنحن في الكتاب نظرنا إلى، وطبعا طرحنا وشاركنا نماذج متعددة للثقافة التنظيمية، واستقرينا في دراسة اللي قمنا فيها على نموذج يسمى نموذج جينيسون، وهو من النماذج العملية والمعروفة في مجال الثقافة التنظيمية. وتقسم ثقافة المؤسسة إلى 4 أبعاد. البعد الأول نتكلم عن ثقافة المهمة أو ثقافة الرسالة، يعني لما يكون لدينا أو نلمس في المؤسسة توجهات استراتيجية محددة، أهداف ومؤشرات استراتيجية واضحة، فنقول أن هذه المؤسسة لديها ثقافة المهمة. أيضا هناك ثقافة الاتساق، عندما يكون هناك قيم مشتركة بين الموظفين وهناك تشجيع ودعم للموظفين للقيام بمهامهم. أيضا هناك ثقافة المشاركة، ونحن نتكلم هنا عن التمكين والتدريب وتنمية الموظفين والقوى البشرية بشكل صحيح. وأيضا الثقافة الرابعة هي ثقافة التكيف، بمعنى أن هذه المؤسسة أكثر ما يميزها أنها تركز على المتعاملين مثلا، لديها مرونة عالية، تقوم بإدارة التغيير بشكل ناجح. فهذه الأبعاد الأربعة قمنا باعتمادها في البحث العملي التطبيقي الذي بنينا عليه الكتاب. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني في الكتاب كان التميز المؤسسي وتحقيق التميز المؤسسي. وطبعا لا أجد حاجة أن
أن أتعمق في موضوع التميز المؤسسي، الجودة والتميز المؤسسي، لأني أفترض أن غالبية إن لم يكن جميع الحضور اليوم ملمين بمبادئ الجودة والتميز المؤسسي. ولكن تضمن الكتاب يعني نظرة سريعة على تاريخ التميز وكيف أنه انبثق من عباءة الجودة وما تميز به والجوائز والنماذج المشهورة للتميز المؤسسي، واستقرينا على اعتماد النموذج الأوروبي أو نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وهو من النماذج المنتشرة والتي تم استخدامها بشكل متكرر في المنطقة، إن كان بشكل جوائز أو كان بشكل أداة تطويرية داخل المؤسسات. فتوجهنا إلى المؤسسات المتميزة التي قامت بتطبيق هذا النموذج بشكل متميز، ونظرنا إلى ثقافتها المؤسسية، وقمنا بإجراء هذه الدراسة للنظر في الروابط بين أبعاد الثقافة المختلفة وبين هذه المؤسسات المتميزة. طبعاً أنا ذكرت أنه في يعني مسارين رئيسيين في الكتاب، الأول عن الثقافة التنظيمية والثاني عن التميز أو تحقيق التميز المؤسسي، ولكن هناك أيضاً بعض المسارات الفرعية. من هذه المسارات كان استخدام تكنولوجيا المعلومات أو التقانة الحديثة، وركزنا بشكل خاص على قيام المؤسسات بتوفير خدماتها بشكل إلكتروني، استخدامها للتطبيقات الذكية وأجهزة الهاتف الذكية، أي قدرة كل من الموظفين والمتعاملين من الوصول إلى الخدمات وإنجاز المعاملات من خلال الهواتف الذكية، وأيضا استغلال المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت لتقديم الخدمات، سواء كانت خدمات إلكترونية أو خدمات أرقى لتصل إلى الخدمات الذكية. وعندما نظرنا إلى استخدامات تكنولوجيا المعلومات، نظرنا إليها كوسيط ما بين الثقافة المؤسسية السائدة وما بين تحقيق التميز المؤسسي. بالنسبة للبحث الذي بني عليه الكتاب، أخذنا طبعاً بداية عرضنا بشكل عام إلى جوائز التميز الموجودة، واستقرينا على جائزة الشيخ خليفة الامتياز، وهي من الجوائز المعروفة في إمارة أبوظبي على مستوى دولة الإمارات وحالياً على مستوى المنطقة أيضاً. توجهنا إلى المؤسسات الفائزة في الدورات الثلاث الأخيرة والتي حققت مستوى مرتفع من التميز، أي المستوى الماسي أو المستوى الذهبي. فاستهدفنا 31 مؤسسة في هذا البحث، وتوجهنا أيضا إلى طبقة المدراء ومدراء سواء بطبقاتهم المختلفة دنيا متوسطة أو عليا. فكانت النتيجة أن استجاب حوالي 448 مديرا من المؤسسات المذكورة إلى الاستبيانات التي خصصت لإنجاز هذا البحث. طبعاً هناك نتائج متشعبة، لأننا قمنا بمناقشة النتائج التي حصلنا عليها على مستوى معايير النتائج في التميز المؤسسي. فتكلمنا عن الارتباط الذي وجدناه بين كل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمية وبين كل معيار معايير النتائج التميز المؤسسي. فنظرنا ما بين 4 أنواع للثقافة التنظيمية ونتائج المتعاملين التي حققت، وكذلك نتائج العاملين، وأيضا نتائج المجتمع ونتائج الأداء الرئيسية. طبعا لا مجال لمشاركة كل النتائج التي توصلنا إليها، ولكن قد يكفي أن نشير إلى أن الكتاب تضمن سؤالين رئيسيين وحوالي 26 فرضية، تم إثبات حوالي 19 فرضية و7 فرضيات لم يتم إثباتها. من ملخص النتائج التي حصلنا عليها، نتيجة هامة جدا وقد تخالف ما ينظر إليه البعض أو ما يسعى إليه البعض، وهي أنه لا يوجد نمط أو لا يوجد نوع محدد من الثقافة التنظيمية يكفي لتحقيق التميز المؤسسي،
وإنما الكلمة المفتاحية في الوصول إلى التميز هي التوازن، التوازن بين أبعاد وأنواع الثقافة التنظيمية. فوجدنا أن المؤسسات التي لديها توازن أو تقوم بالموازنة ما بين أنواع الثقافة التنظيمية أو أبعادها المختلفة هي المؤسسات الأكثر تميزاً. وهذه رسالة واضحة موجهة إلى المؤسسات التي تقوم باستهداف ثقافة مؤسسية معينة أو محددة. فمن واقع أو من استنتاجات هذا البحث وجدنا أنها ليست الطريقة الأنسب أو الطريقة الأفضل للوصول إلى التميز المؤسسي. طبعاً هناك نتائج تفصيلية، يعني على سبيل المثال وجدنا أنه فعلاً تكنولوجيا المعلومات بالإطار الذي ذكرت تساعد كعامل وسيط في تقوية هذه العلاقة أو في إيجاد هذه العلاقة. وكذلك أيضاً وجدنا أن بعض أنواع الثقافة التنظيمية لا ترتبط بشكل واضح ببعض معايير التميز كنتائج المجتمع مثلاً، ولكن وجدناها جميعاً ترتبط بنتائج المتعاملين وترتبط بنتائج الأداء الرئيسية. فالنتيجة الأساسية أو الهدف الأساسي الذي أردنا مشاركته من خلال هذا الكتاب أنه فعلا التوازن مطلوب في الثقافة التنظيمية، ولا يجب أن نصل إلى درجة الهوس أو المبالغة في السعي وراء نوع محدد أو وراء بعد محدد من أبعاد الثقافة التنظيمية. وحقيقة بعض صدور الكتاب، بما أننا من نزعم بأننا من أهل الجودة والتميز، فننظر دائما إلى التغذية الراجعة، فنستقطب ردود الأفعال ونستقطب الآراء وخلاف ذلك. وبعد طرح الكتاب وصلتنا العديد من التعليقات ومن الاقتراحات ومن المشاركات، ولمسنا في عدد لا بأس به من هذه المشاركات طلبات بترشيح أي من استبيانات أو أي من طرق القياس الثقافة المؤسسية أفضل، أو كيف نقيس الثقافة المؤسسية بأفضل شكل ممكن. صحيح حصلنا في الكتاب حوالي 13 أداة لقياس الثقافة المؤسسية، إن كان من خلال استبيانات أو من خلال مقاييس مختلفة، مقابلات وخلاف ذلك، ولكن اضطررت بعد استلام هذه التغذية الراجعة أن أكتب مقالا خصصته ل التحذير من المبالغة في قياس أو تتبع الثقافة التنظيمية. يعني ووضعت أو اقترحت يعني موقفين أساسيين، درجة العادة أن يتم فيهما قياس الثقافة التنظيمية، هما إما عندما نقوم بمشروع تغيير كبير داخل المؤسسة فنقوم مرتبط بالثقافة المؤسسية، فنقوم بقياس الثقافة المؤسسية قبل هذا إجراء هذا التغيير وبعد إجرائه لنصل إلى الأثر الذي أحدثه، أو عندما يكون هناك مشاريع اندماج أو مشاريع استحواذ فنقوم بتقييم الثقافة المؤسسية ما بين المؤسسات المشتركة فنرى التباينات ونرى التوافقات، وهذا يساعد في إنجاح عمليات الدمج أو عمليات الاستحواذ. فوجدت نفسي يعني مسؤولاً عن هذا التوضيح، وأن الثقافة المؤسسية مهمة لازمة لتحقيق التميز المؤسسي، ولكن ليست ذات بعد واحد، وإنما بتوخي التوازن وأيضاً بعدم المبالغة في القياس. فهذا باختصار محتوى أو مضمون الكتاب، وإن شاء الله تكون الفكرة واضحة ولم نطل عليكم. شكرا جزيلا. يعطيك العافية دكتور، جزاك الله خير، شكرا على هذا الملخص الوافي الكافي. والحقيقة يعني أنا متأكد أنه الجميع يعني من خلال طرحك دكتور استوعب المكونات الأساسية لهذا الكتاب الهام. وقبل ما خش في الأسئلة الموجهة للدكتور بروفيسور محمد عيشوني ودكتور راسل، أود في البداية تذكير الأخوة والأخوات الحضور على يعني طرح الأسئلة إذا كان في مزيد من الأسئلة في الـ Q&A بوكس، وأعتذر لأحد الزملاء اللي بيحاول قدر الإمكان إنه يشارك ب يعني مداخلة صوتية، لأنه حقيقة سياسات أو سياسة اللقاءات المجلس السعودي للجودة
لا تتيح المداخلات الصوتية، فنعتذر منك، ولو في أي مداخلة ممكن تكتبوها على الـ Q&A بوكس. دكتور راسل، دكتور بروفيسور محمد، يا ريت بس تفكوا المايك وتفكوا كمان الكاميرا عشان حاضر. شكرا لكم صراحة، يعني استمتعتونا بمدخلين هامين صراحة في عالم الموارد البشرية، عالم الأفراد، عالم يعني التميز الشخصي، بالإضافة إلى البعد الخاص بالتميز المؤسسي. يمكن أحد الأسئلة الهامة ممكن عشان أطرح لكم الاثنين بروف ودكتور راسل، يعني لو في حال أحد الأخوة والأخوات عنده رغبة في تأليف كتاب، وأنتم ما شاء الله عندكم خبرة في هذا الموضوع، فممكن تحدثونا من خلال تجربتكم يعني ما هي الدوافع والمنهجية التي تساعد الأشخاص، طالما نتكلم عن ندوة اليوم العالمي للكتاب، فإيش هي المنهجية اللي تنصحوا فيها أو الدوافع اللي يعني تساهم في تأليف كتب يعني وتكون بصورة جيدة؟ تفضل بروف. جزاك الله خير مهندس سالم، بارك الله فيك. نشكر الدكتور راسل صراحة، يعني عرض فكرة الكتاب رائعة جدا، وأنا الشيء اللي عجبني كثير هو فكرة الكتاب بحد ذاتها، يعني ومن هنا يعني نبدأ للإجابة للسائل الكريم، جزاه الله خير. هو دائما يعني لماذا أكتب كتاب؟ أكتب كتاب لأترك أثرا ورائي، لأترك أثرا ورائي حتى نجهز نجهز الإجابة لواحد من الأسئلة اللي سوف تطرح على الجميع يوم نكف أمام الله سبحانه وتعالى، تسأل عن علمك ماذا عملت به. فأنا أتوقع يعني كل الحضور الكرام يعني بما أنهم من خبراء الجودة وفرسانها يعني أؤتمنوا على جزء من العلم، فالعلم زائد يعني مزج بالخبرة، فهذا أكبر دافع أنك أنت تألف الكتاب هذا تخليه للأجيال اللي بعدك. يعني كنا يعرف مثلا ابن خلدون يعني اللي كتب المقدمة واللي هي يعني صارت الأصل في علم الاجتماع الحديث، ابن خلدون عاش يعني قرون وقرون مضت لكن هو إلى الآن لسه موجود، فكذلك يعني محمد عيشوني والدكتور راسل وإن شاء الله بقية الزملاء، البروفيسور محمد زايري ما شاء الله يعني إن شاء الله يخلوا أثر وراهم بإذن الله تعالى. المنهجية يعني هذا لماذا نعمل، أنا دائما نبغي why we do things، يعني حتى الإنسان يخلي أثر وراه. الكيفية اللي تفضل بها الدكتور راسل ممتازة جدا صراحة، فكرة الكتاب أنا ماذا أكتب، ما أكتب أي شيء، يعني صح نمشي المكتبات مثلا الآن سواليف المعلمات القصص هذه من هذه أوكي، لا إحنا إن شاء الله الإنسان يخلي أثر طيب فيكتب في مجال تخصصه، مجال خبرته، في مجال يحتاجه القارئ، يحتاجه سوق العمل أوكي. فتوضع منهجية أوكي. This is the objective، توضعها كمشروع عمل وتتوكل على الله أوكي. ويبدأ الإنسان يشتغل العمل عارفين يعني no pain no gain، يعني إذا ما تسهر كثير أوكي. دكتور راسل أتوقع يعني يوافقني الرأي أنه يعني كتابة كتاب فيه 100 صفحة يعني يتطلب كم ساعة عمل، يعني ممكن 1000 ساعة عمل، يعني ممكن الصفحة الواحدة في بعض الأحيان تأخذ لك 10 ساعة عمل. لماذا؟ لأن الإنسان حتى يعني يبحث يتأكد من المعلومة اللي عنده يأصلها علميا من ناحية البحث في المراجع، من ناحية أشياء كثيرة، حتى يوم يوضع المعلومة تكون معلومة يعني ذات مصداقية بإذن الله تعالى. الأمر ليس مستحيلا بإذن الله وليس صعبا كثير، وإنما يحتاج إلى إرادة وعزيمة. الله يديك العافية بروف راسل، أي رأي آخر؟ أنا وافق تماما بروفيسور عيشوني أن الفكرة هي الحكم، يعني أنا أعطي أمثلة عملية من بعض الكتب التي قمت بنشرها. هذا الكتاب الذي لخصت محتواه اليوم مبني على بحث أكاديمي،
فبالتالي طريقة بناء الكتاب وتأليفه كانت بالتوسع بالبحث نفسه، يعني قمنا بإنشاء الفصول على حسب الأقسام الموجودة في الورقة البحثية، وقمنا بإضافة المعلومات إليها تباعا. ولكن مثلا كتاب آخر، أحد الكتب التي أصدرتها بعنوان أدوات الإدارة وأساليب تطوير الأعمال، 202 نموذج ومنهجية في تطوير المؤسسات، فجمعت في هذا الكتاب 202 نموذج ومنهجية في تطوير المؤسسات مع شرح مختصر صفحتين أو 3 صفحات عن كل أداة أو كل منهجية. فطريقة إنتاجي لهذا الكتاب كانت مختلفة عن طريقة إنتاج الكتاب الذي شرحته منذ قليل، لأن فكرة الكتاب مختلفة، فكانت يعني ترتكز على البحث والتقصي والتلخيص. آخر كتاب أصدرته كتاب نوادر إدارية. هذا الكتاب مختلف عن كل الكتب السابقة التي أصدرت، لأنه أول كتاب على حد علمي باللغة العربية مبني على التأليف الجماعي، وأقصد لا أقصد التأليف الأكاديمي يعني تجميع عدة أوراق بحثية، ولكن التأليف الجماعي. شارك فيه حوالي 82 مؤلف من 15 دولة عربية، فكلهم كتب عن أغرب الأحداث أو الخبرات التي اختبرها خلال حياته المهنية، والتي تتضمن عبر ونصائح يوجهها إلى الآخرين فيستفيد منها. فكانت الطريقة مختلفة تماماً أو تجربة مختلفة تماماً في هذا الكتاب. فأنا أؤيد بروفيسور عايشو أنه فعلاً يعني الفكرة هي التي تحكم أسلوب التطبيق. والنصيحة التي قد أوجهها إلى الزملاء الراغبين في الانضمام إلى هذا الركب هو الاستمرارية والمثابرة، ودائما الانتاج بخطوات صغيرة متعاقبة، قد نطلق عليها كايزن أو قد نطلق عليها انجز قليلا كل يوم. ولكن بعض يعني أعرف العديد من الزملاء حاولوا تأليف كتب، ولكن كان لديهم في البداية كثير من الطموح والتوقعات العالية، وما إن بدأوا بالتنفيذ العملي فوجدتهم قد خارت قواهم أو قلت طاقتهم على الاستمرار. فالتخطيط السليم المسبق والتنفيذ على مراحل وباستمرارية ومثابرة أعتقد أنه مفتاح النجاح. يعطيك العافية دكتور، ما شاء الله عليك، يعني إنبوت واضح وشامل. خلينا نستعرض كثير من الأسئلة الآن واردة حقيقة. من بداية العرض الأول للبروف محمد، في أحد الزملاء عبد المجيد الحمومة بيقول: طريقة رائعة دكتور محمد عايشوني، لو تم تطبيقها من قبل الأب على نفسي وابنائي لتعلمنا الانضباط، اقترح توفير هذه الجداول أو هذا الجدول بشكل يسهل طباعته. يمكن قصده يعني هل يعني من ناحية العملية، هل تم تجربة الجدول أو المعايير على الأرض؟ نعم، هو صراحة تم التطبيق أوكي على المستوى الشخصي وعلى يعني في دائرة قريبة شوي أوكي، إنه مثلا في فترات معينة كانت اقترحت في فترة ما إنه العشر من ذو الحجة يعني هي الأيام اللي قسم بها الله سبحانه وتعالى وكان أجرها عظيم، فعملنا يعني من نفس الكتاب عملنا مقترح ما هي الأعمال اللي الإنسان يعني حري به أن يركز عليها. والحمد لله الآن التجربة في مرحلة التقييم، الحمد لله يعني نفذناها السنة اللي فاتت وإحنا قاعدين نطبق عليها معايير الجودة من ناحية التقييم والتحسين إن شاء الله. السنة هذه صراحة وذكرني بها بروفيسور محمد زايري أوكي الموضوع، يعني قال ليش ما نزلنا يعني جدول خاص بمستنبط من نفس الفكرة في شهر رمضان الكريم، لعل إن شاء الله فيه محاولة إنه نعمل أبليكيشن آب على إن شاء الله على الأندرويد وعلى أوكي الجوال بإذن الله. الأحلام كثيرة، الأهداف عالية شوي، لكن في بعض الأحيان يخوننا الوقت، وفي بعض الأحيان كذلك يعني سوء التخطيط في بعض الأحيان. لا إن شاء الله ربنا يكتب أجرك بإذن الله تعالى. كان لي يعني شوف دائما فكرة الكتاب، لأن مثل ما تفضل بها الدكتور راسل الله يجزاه خير، هي الفكرة هي أول شيء يعني نجاح الكتاب من فكرته، نجاح الكتاب يعني تقريبا ما نقول 80% وإنما ممكن 50% من نجاح الكتاب من الفكرة. الفكرة تأخذها شباب، يعني ما نبقى يعني الفكرة تأخذها من تجربتك وخبرتك العملية، لا نستهين
يعني كل الإخوان والأخوات الموجودين معنا الآن، يعني أكيد أنهم لهم خبرة تراكمية في مجال عملهم من ناحية تطبيق الجودة ومعاييرها وأساليبها، فممكن جدا تكون فكرة بسيطة جدا يعني تأخذها من الخبرة العملية وتصير هي محتوى الكتاب. قد تكون من دوراتنا التدريبية، أنا قاعد يعني أستنبط الفرص أو نستخرج الفرص، قد تكون لي خبرة تدريبية مثلاً قاعد أدرب في مجال معين، أوكي، ولقصة يعني طريفة شوية في الموضوع هذا، يعني أحد أفضل كتبي اللي هو في مجال القياسات، قياسات الأبعاد وفق يعني منظومة الآيزو 9000 أيامها 9001، يعني هذه جت من فكرة ماذا؟ أنه كنت ندرس طلاب في الكلية التقنية، أوكي، وطلبت من الطلاب أنه يعني نوع من المساعدة، نوع من المساعدة في الدرجات وكذا وتحفيزهم، عملوا بحث في مجال القياسات. أوكي، أنا نقول القياسات ممكن يعني نتمنى المهندس وليد الفارس يعني علقنا على الموضوع، لأنه يعني الجانب اللي احنا العرب إلى الآن المكتبة العربية فقيرة في مجال القياسات من ناحية الكتب. أوكي، وبروفيسور محمد زايري في كتابه الأخير يعني خصص تقريبا 4 أو 5 فصول لموضوع القياسات، ويعني كيف ساهمت في إدارة أزمة كورونا. أوكي، فهنا يعني في مجال التدريب يعني تكون عندك فرصة تدريبية أو خبرة تدريبية ممكن تطلعها ككتاب. أنا زي ما كملت القصة أنه يعني واحد من طلابي أخذ المقرر السلايدات اللي كنت ندرسهم منهم، أعملهم ككتيب وقدمهم لي، والله سبحان الله يوم شفتها كده قلت سبحان الله هذا كتاب هذا، وصار هو المحتوى العلمي، والحمد لله من حسن يعني مكاتب الله سبحانه وتعالى أنه في الفترة هذه كان عندنا صيفي، فركزت يعني ندرس الصباح والمساء معتكف، الأهل في الجزائر وأنا هنا معتكف، فطلع الكتاب والحمد لله الآن الكتاب يباع في الأمازون.com. أوكي، الناشر هو مكتبة العبيكان معروفة، فهذه إذن الخبرة التدريبية والتعليمية، كذلك الخبرة البحثية مثل نموذج الدكتور راسل الله يجزاه خير، يعني عملت بحث، البحث هذا يعني صيغه ما هو باللغة الأكاديمية البحثية البحتة، وإنما يعني بأسلوب يواكب ويناسب القارئ العادي، فهذه من ناحية الفرص. الله يجزاكم واضح واضح دكتور، يعني هذه هي مصادر التأليف ومصادر الإلهام يعني. نعم أحسنت. طيب دكتورنا، يعني في سؤال للدكتور راسل من الأخ محي الدين سيف، بيقول يعطيكم العافية، هل كتاب الثقافة التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟ هو اللي معروض باللغة الإنجليزية، يمكن قصده هل في مترجم باللغة العربية دكتور؟ للأسف لم يصدر الكتاب بعد باللغة العربية، وأعتقد تقصير من طرفي أنا، لأنه البحث الأكاديمي كان أصلاً مكتوب باللغة الإنجليزية، فاستسهلت صياغة الكتاب باللغة الإنجليزية نتيجة وجود مادة جاهزة، ولكن هذا اقتراح مهم، وإن شاء الله يعني حالياً أعمل على كتاب في صدوره قريباً، بعد صدوره قد ننظر في موضوع الترجمة إلى اللغة العربية إن شاء الله تعالى. لعله مناسب يكون في تعاون بين المجلس وحضرتك في هذا إن شاء الله. في سؤال ممكن يعني وهو مهندس سالم، وهو إحدى الفرص اللي أمامنا الآن أنه ترجمة الكتاب، لأننا كتبتها عندي هنا الكتاب ما شاء الله، لأنه يعني على الثقافة التنظيمية وعلى التميز المؤسسي، فهو مناسب جدا لكل برامج الدراسات العليا في مجال الجودة أو الإدارة بصفة عامة. وأنا نقول هنا يعني الرسالة للحضور الكرام اللي عنده الآن الكتاب جاهز ما شاء الله، والدكتور راسل ما شاء الله يعني متعاون إن شاء الله، فلعل تكون يعني فرصة لترجمته عبر سلسلة إصدارات المجلس السعودي للجودة وعلى يد واحد من الإخوان أو الأخوات إن شاء الله تعالى بإذن الله. دكتور محمد والدكتور راسل، في سؤال لكما، هل من اقتراحات لعناوين كتب توصون بها باللغتين العربية والإنجليزية أساسية لمن هم في بداية المشوار في مجال الجودة؟ دكتور محمد تبدأ. أوكي، يعني كما راجع هذا السؤال إذا فهمته صحيح يعني يحتاج.
والله المكتبة ثرية جدا صراحة. أوكي، يعني يعني هي أول حاجة مع دكتور بالتحديد نعم لمن هم في بداية الطريق. بداية الطريق والله هي يعني كتب نقول ممكن تاخذ الفاندامنتلز. أوكي، الكتب اللي تتكلم عن الأساسيات، لكن في نفس الوقت الإنسان يفكر في المواضيع المستقبلية. يعني الإنسان لا يخفى عليه الجودة للجيل الرابع مهمة جدا. أنا معليش يعني أستاذنا وعالمنا الجليل بروفيسور محمد زايري صراحة يعني فكره ضروري جدا أنه يقرأ ويفهم ويترجم إلى اللغة العربية. يعني إلى الآن يعني الدكتور زايري يعني نتيجة ظروف معينة فيكتب باللغة الإنجليزية، لكن ضروري جدا أنه نهتم بفكره ونقله إلى اللغة العربية. طيب في اضافات هذه دكتور؟ شكرا دكتور. اضافات دكتور راسل؟ والله انا قد يكون لدي تحيز شخصي عندما نتكلم عن الجوده بالرجوع الى الاساسيات، فعاده يعني ارشح دائما ادوات الجوده ان كان الادوات السبعه الاساسيه او الادوات الجديده، دكتور وان كانت قديمه اعتقد انها ما زالت صالحه وما زالت قابله وهي تجدد نفسها بنفسها، وقادرين على ان نؤطرها باطر جديده تتناسب مع ما نعيشه اليوم. فعادة أنصح بها حتى أدرسها عادة في مقررات الماجستير في الجودة والتميز المؤسسي. البروف محمد له كتاب من إصدارات المجلس عن أدوات الجودة والتحسين، فاستغل الأخوة والأخوات موضوع التخفيض عندنا 30%، وكان مفترض يكون بنهاية شهر أبريل فمددناه لنهاية شهر مي، ولديكم فرصة بإذن الله تعالى. في الأخت إيمان شرف بتشكرك دكتور عيشوني على المحاضرة، وتقول استعنت بمحاضراتك في تحضيري للماجستير، شكرا لك. الأستاذ محي أيضا يسأل كيف يمكن طلب نسخة الكتاب دكتور راسل؟ والله حاليا الكتاب متوفر على الموقع الإلكتروني للناشر، هو دار نشر أمريكية. سأرسل لك إن شاء الله الرابط، فممكن مشاركته مع الأخوة المشاركين مهندس سالم. وأتوقع أيضا الناشر لديه مواقع، لديه يعني منافذ أخرى إلى أمازون ومواقع كتب أخرى، فهو متاح من خلال دار النشر. أيضا محي بيسألك دكتور راسل، يقول هل تضمن كتاب الثقافة التنظيمية وتحقيق التميز المؤسسي مؤشرات أداء الـ EFQM يمكن الاستفادة منها في معايير النتائج الخاصة بالنموذج؟ لا يتضمن الكتاب مؤشرات أداء، ولكن يتضمن تحليل لنموذج الـ AFQM نفسه. وهوني أشير إلى يعني نحن السبب أنه اخترنا الـ AFQM لأنه ارتكنا إلى دراسة أنجزت في ألمانيا وشملت أكثر من 500 مشروع ضمن حوالي 150 أو 156 مؤسسة، ونظرت هذه الدراسة في التوازن أو المقارنة ما بين ما نسميه العناصر الهيكلية والعناصر الثقافية في نموذج الـ AFQM. والمقصود بالعناصر الهيكلية ما له علاقة بالخدمات وما له علاقة بالعمليات والأمور الأصول المادية وغلاف ذلك وإدارتها، أما العناصر الثقافية فهي عن الموظفين وعن التمكين والتدريب والتنمية وخلاف ذلك. فوجدت هذه الدراسة عدم توازن، وجود عدم توازن ما بين العنصرين، وهذا ما دفعنا أيضا وكان سبب إضافي لدراسة أو للتعمق في بحث أثر الثقافة التنظيمية كونها مرتبطة بأحد العنصرين وهو العنصر الثقافي، والنظر معمقا في حالة عدم التوازن هذه. ولكن لا يوجد مؤشرات، نحن اعتمدنا على الاستبيان الموجود أصلا المرفق أو الخاص بنموذج التميز الأوروبي كأداة بحثية من ضمن الاستبيانات الأخرى. مشكور. في استفسار هنا، لو تفضلت سامحني بس تفضل البروف. بالنسبه للسؤال اللي كان قبل، بارك الله فيك، لان الدكتور راسل الله يجزاه خير يعني شكلنا يعني مشتركين في الكثير من الافكار. موضوع ذا 7 بيزك كواليتي تولز يعني صراحه يسموها ذا اولد تولز، لكن هي الحقيقه ما زالها، وفيه مقالات يعني صادره من الجمعيه الامريكيه للجوده انه حتى في عصر الثوره الصناعيه الرابعه والجوده الجيل الرابع لا زلنا محتاجين هذه الادوات. ومثل ما تفضلت يعني انه لي اصدارين في مع المجلس السعودي للجوده، اللي هو الاول الدليل العملي للتحسين المستمر للعمليات باستخدام الادوات السبع الاساسيه،
والثاني اللي هو نفس الدليل العملي للتحسين المستمر للعمليات باستخدام أدوات الإدارة والتخطيط. أن احنا لا ننسى يعني أنه الخبير الجودة يعني يفكر بعقله بشقيه، الأيمن والأيسر، أوكي، المنطقي والإبداعي والابتكاري. فالدليلين أتوقع يعني إن شاء الله يعني مكتوبين بطريقة عملية كثير، بما يعني خالية من يعني الكلام الفضفاض، هو الدليل العملي. فنتمنى عن طريق المجلس السعودي للجودة يعني ياخذوه ويستفيدوا منه. فيه مرجع صراحة أو هو الكتاب الأول لضبط الجودة، ضبط الجودة والتطبيقات في المجالات الخدمية والإنتاجية، أوكي، وهنا كذلك مركزين عليه. وحتى يعني الإصدار الأول كان في 2007 والإصدار الثاني في 2014، وحتى طارحين فكرة يعني التعليم الإلكتروني وفيه سي دي مرافق له، هذا كذلك يعني يمكن موجود في مكتبة جرير. فيه مرجع صراحة باللغة الإنجليزية مهم جدا، أنا أقول يعني ضروري جدا أنه مكتبة كل خبير جودة تكون موجود، اللي هو جوران كواليتي هاندبوك، يعني المصطلح الغربي الناس يسموه The Bible of Quality. الكتاب هذا سبحان الله له قصة عجيبة سبحان الله، يعني أول إصدار له كان في 1954، أوكي، بجوزيف جوران هو اللي كتب الكتاب، كان أيامها جوران كواليتي كنترول هاندبوك، أوكي. الآن إحنا نتكلم على الإصدار رقم 10 في 2017، جوزيف جوران متوفي يعني قبل سنوات، لكن طالب وزميله اللي هو ديفوي، أوكي، لا زال يصدر الكتاب، وكتاب قيم جدا صراحة، متوفر على amazon.com، أنا موجود عندي هنا في المكتبة، يعتبر مرجع لكل من يريد أن يتعلم الجودة. صراحة الجودة محتاجينها، يعني في بعض الحين نتسرع إلى قطف الثمار، فلسفة اللو هانجينج فروتس سهلة، يعني تأخذ دورة، وخاصة يعني صرنا نأخذ دورة صرت خبير، ما ابن الحلال، ما هو مشكل، خذ الدورة، خذ الشهادة حقتها، لكن أقرأ من الكتب، أفهم الفوندامنتلز، أفهم الأمور، حتى يوم تجي تطبقها يعني بأسلوب عملي عميق جدا إن شاء الله. فهذا واضح، تفضل، يعطيك العافية. بالعكس يعني أنت نبهتنا على موضوع الإصدارات للكتب، يعني دائما المؤلف ما يقف عند إصدار كتاب معين، ولكن لابد أن نستمر في يعني تغزير الكتاب أو الكتب اللي ألفها بالمفاهيم الجديدة بالتطورات الأخيرة اللي صارت، وهذا دايدا العلماء والخبراء في هذا المجال. خلينا نقول في سؤال هنا دكتور عيشوني من الأخ إياد عودي، بيقول ما أساليب قياس الولاء، الأمانة، المصداقية وغيرها؟ هل توجد أساليب فعالة؟ يعني بعض القيم هذه كيف نقيسها، القيم الشخصية؟ والله ليس المسؤول أدرى من السائل صراحة، لا ما نتدرج في الموضوع هذا. صحيح، يمكن هذه زي السلوكيات يا دكتور، يعني الأشياء اللي تقاس عن طريق البرسوناليتي تيست والأشياء دي، فهي عادة تصير عن طريق مراكز التقييم ويعني الشغل على موضوع بيزنس كيس أو حالات تطبيقية مثلا، فممكن تبرز. هل عندك إضافة على دي الموضوع ده دكتور راسب؟ أنا هذا التحدي قائم، يعني موضوع قياس القيم ليس فقط على الصعيد الشخصي وأيضا على الصعيد المؤسسي، فنرى المؤسسات حائرة تتفاكر في كيفية قياس قيمها المؤسسية، لأنه بتعرف القيم المؤسسية حتى هي من أمثلة الولاء والشفافية والنزاهة وخلاف ذلك. لدينا بعض أنظمة الحوكمة المؤسسية إلى حد ما قد تعطي صورة عن حالة القيم المؤسسية، ولكن القياس الدقيق لهذه القيم أعتقد أنه غير متاح عمليا، وإنما هناك استدلالات على حالة هذه القيم، فهو تحدي قائم وموجود. ولا أعتقد حقيقة أن القياس مطلوب، قد لا يوافقني الجميع، ولكن أعتقد أنا دائما أحذر من المبالغة في القياس. صحيح أن ما لا يمكن قياسه ولا يمكن إدارته، هذا صحيح، ولكن بعض الأخوة أصبح لديهم هوس في القياس. صحيح. نحن نقيس ما يجب قياسه،
ولكن المبالغة في القياس قد تأخذنا إلى مسالك ودروب زلقة وتبعدنا عن الدرب أو الطريق الأساس. حسن دكتور، في سؤال يعني أبغى أصيغه، اسمح لي الأخ محمد بحمدان طرح سؤال على موضوع نشر ثقافة الجودة في وزارة التعليم، وكونك دكتور محمد عيشوني يعني أنت في جامعة حائل، كيف يتم يعني educating الناس بغض النظر، يعني مو بشرط يكون الناس اللي هم في تخصص الجودة والتميز، التخصصات العامة مثلا، هل في توجه لدى الجامعات بحكم يعني تواجدك في هذا المجال لاستيعاب مناهج أو لاستيعاب حتى لو مواد غير منهجية يعني مو عن طريق تطبيقات أو شيء، فعندك أي رأي في هذا الموضوع؟ ونرجع لك دكتور العباس. تمام، الله يجزاك خير. والله موضوع نشر ثقافة الجودة يعني موضوع جدا مهم، أوكي، وإحنا نؤمن بأنه هذا جزء من المسؤولية الملقاة علينا وجزء من واجبنا، أوكي، أنك يعني مهتمين بالجودة ومؤلفين فيها، وإن شاء الله يعني فهذا جزء من عملنا، وإحنا كل القنوات يعني نستعمل كل القنوات النظامية المتاحة لنشر ثقافة الجودة. على سبيل المثال يعني مشاركة الليلة هذه مع المجلس السعودي للجودة يعني تدخل ضمن هذا العمل هذا، كذلك يعني معليش يعني خبر إن شاء الله يكون جيد إن شاء الله، إنه إحنا هنا في جامعة حائل أنشأنا الفرع الطلابي للجمعية الأمريكية للجودة، الفرع الطلابي للجمعية الأمريكية للجودة، وسطرنا يعني سلسلة من البرامج ونمشي يعني خارج للمنظمات اللي موجودة في منطقة حائل، أوكي، ونعمل معهم يعني دورات تدريبية وندرب، أهم شيء أنه ندرب قيادة الصف الثاني من طلابنا. جميل، هذا خبر حصري. خبر حصري إن شاء الله، سعيد إن شاء الله. وكذلك فيه تواصل يعني صراحة مع منظمات كثيرة، يعني سواء شركات كبيرة وطنية كبيرة، بحيث التعاون يعني في المجال نشر الثقافة. صحيح، بارك الله فيك. شكرا دكتور راسل، أي انبوت على الموضوع ده؟ بالتأكيد الخبراء والعارفين في الجودة والتميز عليهم مسؤولية ليس فقط النشر يعني نشر ثقافة الجودة مهنيا أو في وسطهم المهني، ولكن المجتمعي، دور المجتمعي، هناك مسؤولية مجتمعية علينا جميعا أن نقوم بنشر هذه المفاهيم. وأنا هنا أريد أن يعني أو يعني أنادي بأن تدرس ثقافة الجودة في المجتمع وليس فقط في إطار المؤسسات أو إطار المؤسسات التعليمية. حتى حالياً في المؤسسات التعليمية للأسف الطالب يبدأ بالتعلم عن الجودة عندما يدخل الجامعة أو عندما يبدأ الماجستير أو خلاف ذلك في الدراسات العليا، ولكن عندما يكون في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية فلا نجد أثر الجودة واضحاً، ولا نجد مسارات الجودة عميقة في المساقات في هذه المراحل. بعض الدول سبقتنا في هذا المجال، فهي تؤسس للجودة سواء ذات بعض الجودة الأخلاقية أو الجودة المجتمعية أو خلاف ذلك. فأنا أنادي أيضاً بالجودة المجتمعية، بأن يتم نشر مفاهيم الجودة وترسيخها في المجتمع ككل، إن كان في الأسرة أو كان في المدرسة في المراحل العمرية الصغيرة. في سؤالين كذا بس قبل ما نأخذها، بس أحب أذكر دكتور محمد أنصاري زميلنا لعمل استطلاع الرأي الخاص باللقاء. في سؤال من الأخ محي الدين سيف، ما شاء الله نشيط في الأسئلة، للدكتور الفاضل البروفيسور محمد عيشوني، هل يوجد جامعات غير جامعة حائل تمنح شهادة الماجستير في الجودة في المملكة؟ حسب علمي ما أعتقد في الجامعات السعودية، جامعة حائل هي الجامعة الوحيدة اللي، وإن شاء الله ما تبقى الوحيدة، نتمنى إن شاء الله يعني نفس التجربة هذه اللي نتوقع إن شاء الله أنها ناجحة، لأنها من 2015 دفعات يعني متتالية، الآن نستقبل الدفعة السابعة ما شاء الله، الدفعة الخامسة يعني تخرجت السنة هذه، والحمد لله يعني طلابنا وخريجينا من قيادات من مختلف المؤسسات ومنظمات السعودية، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب،
فنتمنى إن شاء الله يعني التجربة تعمم على بقية الجامعات أو أقل شيء الجامعات العريقة في المملكة العربية السعودية. في استفسار على موضوع، أبغى أربط عنوان الكتابين كذا مع بعض. فيعني يعني سائل يسأل يقول كيف يحقق التميز في الحياة الشخصية النضج في الثقافة المؤسسية؟ يعني خليك أديك مثال. يعني الآن في بعض الشركات حقيقة على سبيل المثال موجودة على مستوى المملكة، يعني من غير ذكر أسماء، على طول يشار بالعنان للموظف اللي ملتحق في هذه الشركة، يقول لك هذا موظف إكس يعني عنده تميز شخصي سبحان الله. فهل هو ناتج من تعلم ذاتي أو هو ناتج من corporate culture؟ فإيش تعليقكم على الموضوعين؟ دكتور نبدأ بدكتور محمد، اسمح لي دكتور راسم. معليش سمحنا أنا شوية راح نغشش شوية في الإجابة من الكتاب على طول. فنقول يعني في الصفحة رقم 30 يؤكد عالم الجودة والرئيس التنفيذي لشركة موتورولا الرائدة في مجال الجودة بوب غالفن أن تحسين الجودة ليست من أولويات المنظمات الإنتاجية والخدمية فقط، بل يجب أن تكون أولوية ومطلبا يوميا على المستوى الشخصي ولكل موظف في المنظمة. فحسب بوب غالفن يعني أنه تطبيق يعني تطبيق أو تحقيق التميز في المنظمات يتطلب تحقيق التميز من الأفراد والعامل لديها. فيتفضل الدكتور راسل إذا عنده أي إضافة بارك الله فيك. بالتأكيد بالتأكيد موافق بروفيسور على الطرح أكيد. يعني أنا أرى أنه الثقافة المؤسسية كلما كانت أقوى، كلما كانت راسخة وأكثر وضوحا في المؤسسة، فستكون قادرة على صهر وتشكيل التميز لدى الأفراد حال دخولهم. ومنشان هيك بنشوف نحن بعض المؤسسات ليست على المستوى المطلوب من حيث الثقافة المؤسسية الإيجابية. يأتي قد يكون الموظف أصلاً متميز ويأتي بفكر متميز ونير، ولكن ما أن يقضي بعض الوقت في المؤسسة ذات المناخ غير الإيجابي فيتطبع طباع الثقافة العامة. ودائماً نقول أن النظام أقوى من الشخص، يعني المكنة المؤسسية النظام المؤسسي أقوى من الشخص كفرد داخل المؤسسة في إطار العمل المؤسسي، لأنه يعني إذا سار الموظف عكس التيار الجارف القوي داخل المؤسسة فسيصادف يعني أو سيواجه عقبات كثيرة، عقبات جمة، وسيكون من الصعب جدا عليه تطويع هذه العقبات أو تفاديها أو التنقل ما بين الحفر. وهذا يعود بنا إلى المثلث الذي نتكلم عنه كثيراً ما بين الشركة والمؤسسة وما بين الموظف وما بين المجتمع أو المتعاملين، وأي نحقق أو نلبي طلباته بداية وأي نبني بداية كمثلث، ولكن بالنهاية هو مثلث له ثلاثة زوايا وأي زاوية ستنفذ إلى الأخرى. ممتاز، جزاك الله خير يا دكتور، وكتب الله أجركما. وفي الختام يعني قبل ما نختم أكرر شكري الجزيل لك دكتور محمد عيشوني ولك دكتور راسل على هذه الإضاءات والإضافات الحقيقة اللي أنا شخصياً استمتعت فيها، وبالتأكيد كافة الأخوة والأخوات الحضور استمتعوا فيها. وأشكر حقيقة كل من حضر، وأذكر الجميع بأنه بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس السعودي للجودة sqc.org.sa للإطلاع على سلسلة إصدارات المجلس والتواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للحصول وشراء هذه الكتب. وأتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا. كل الشكر والتحية. شكرا لك. الله فيك دكتور، شكرا، فرصة سعيدة إن شاء الله. الله يجزاكم خير. أمان على خير، فرصة سعيدة. ياكم الله، مع السلامة. بأمان الله. السلام.